رجعنا لكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن عادل الفتره دي للخروج من مش عايز اقول كبوه او مش عايز اقول هزه، لا من اخر مباراتين النتائج تعتبر سلبيه، هل بيبقى دور الجهاز الفني اكتر ولا دور اللعيبه اكتر؟ الاثنين يا كابتن. يعني خليني اقول لك 8 ايام يفصلوا النادي الاهلي في 3 مباريات في يوتشر بيراميدز الزمالك. اتكلم في تاريخ اجيال وجيل، خلينا نعترف الماتشات يجب ان لعيبه النادي الاهلي اللي في الوقت الحالي لازم يخرجوا من اي كبوه، زي ما احنا بنقول لو هي كبوه المدرب حتى جديد لسه، فحسابه على المباريات مش هيبقى كبير. مهمته صعبه؟ يعني هي هو صعبه لو اعتمد على نفسه بس، هتبقى سهله لو شارك معاه الناس اللي موجوده زي سامي. ايوه خلي بالك دي اللي مهمه، اللي مكمله معاه. لا دي مهمه جدا. أي. لانه ما ينفعش تيجي انت على شخصيه اللاعب العربي وتتدخل معاه على طول بسرعه من غير ما تعرف، وبالاخص انك انت اول تجربه ليك في المنطقه العربيه. يعني التجربه الاولى في المنطقه العربيه بتبقى دائما تجربه صعبه للمدرب الاجنبي، لانه بيتصادم بحاجات كتير قوي، التوقفات هو مش واخد عليها، لعيبه يعني مش متزنين زي لعيبه اوروبا. احنا لازم نتكلم حتى لو كانوا مين، عندهم عادات وصفات غير للاعب المحترف 100% بره، علشان كده بقول لك انه هتبقى صعبه عليه، فلازم يوصل للراجل اللي معاه اللي بيساعده علشان الراجل اللي معاه يقدر يديله. دي حاجه. الحاجه بقى السؤال اللي انت قلته يا كابتن ايمن، مين اللي خرجك من الكبوه دي؟ اللي خرجك من الكبوه دي اللاعبين قبل المدرب. ليه؟ اللعيبه مش طالب منها الا حاجه واحده بس، روح. صح، انا معاك في دي. النصر والهزيمه من عند الله. مظبوط. انت لو اديتني روح هسلم عليك لو خسرت. صح. ولكن لو ما اديتنيش روح وكسبت يعني ببقى زعلان منك، وبالذات جمهور النادي الاهلي. مظبوط. طول عمرنا في كلمه بتتقال كده والناس مش واخده بالها منها، روح الفالينا الحمراء وروح النادي الاهلي. الحاجات دي كلها يا كابتن ده جاي ده ورث او مظبوط. يعني تتكلم على مده طويله قوي كل اللاعبين متمرنين على هذا الارث، بمعنى مش تمرينه بس، عايش فيه، انك انت بتاخده من جيل الى جيل الى جيل. فانت علشان تعدي الخطوات دي، لانه احنا معترفين كلنا ان النادي الاهلي افضل لاعبين بيجيبوهم في مصر. صح. اداره النادي الاهلي الاداره الوحيده اللي ما بتتدخلش. صح. في عمل مدرب افضل منظومه رياضيه في مصر منتظمه الى اقصى حد. مظبوط. يبقى ايه اللي هيبقى لك؟ ما انت الافضل. صح. انت الاحسن. لما بيقل عندك الروح. لازم نعترف ان عندنا حاله من عدم اتزان جوه فريق النادي الاهلي ما بين ناس مجهده وناس انفت، ودي انا مصمم عليها. استاذنك كابتن عادل معلش اقول تشكيل وبعدين نرجع لكلامنا مع بعض. تشكيل النادي الاهلي ان شاء الله: محمد الشناوي لحراسه المرمى، محمد هاني ظهير ايمن، محمد عبد المنعم وايمن اشرف قلبي دفاع، علي معلول ظهير ايسر، ثنائي خط الوسط الدفاعي عمرو السوليه حمدي فتحي، ورباعي المقدمه طاهر محمد طاهر، محمد مجدي قفشه، صلاح محسن وحسام حسن. مره ثانيه: محمد الشناوي، محمد هاني وعلي معلول ظهير ايمن وايسر، قلبي الدفاع محمد عبد المنعم وايمن اشرف، ثنائي خط الوسط الدفاعي عمرو السوليه وحمدي فتحي، ورباعي المقدمه طاهر محمد طاهر، محمد مجدي قفشه، صلاح محسن وحسام حسن. بدلاء: علي لطفي، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، اليو ديانج، كريم فؤاد، زياد طارق، محمد فخري، احمد عبد القادر ومحمد شريف. اتفضل يا كابتن. كنا بنتكلم يا كابتن على الفترة الأخيرة لعبت الأهلي، وأنا يمكن اتكلمنا على الأسباب، كل الكباتن اتكلموا على أسباب إنك أنت اتأخرت وتعادلت وتغلبت الماتش اللي قبله. أول نقطة اتكلمنا فيها الروح. روحنا كانت غايبة. النهاردة محتاجين الروح لعيبة فقط.
على ان القدرات هتبقى انت الافضل دائما وهتبقى انت الاحسن دائما. في بقى قضيه يعني احنا بنتكلم في حاجه تانية للنادي الاهلي الفتره اللي جايه دي يا كابتن. في شك انك انت في الاسبوع ده بتقول بتعمل مصير كاس مصر ومباراتين دوري صعبي. لو كسبتهم هتبقى الاول بالمواجهات المباشره. مظبوط. طب كان في اقتراح للثمان ايام دول ما يبقاش في معسكر مغلق للاعبين. انا ضد دائما المعسكرات الطويله وكل حاجه، ولكن في فترات انت محتاج فيها ليه يا كابتن؟ عندك ناس لازم تحط عينيك عليها انك تجهزها، ولازم المدرب يفهم الامر ده ويفهمه جيدا. عندك مجموعه لاعبين ما لعبتش كتير وما قدروش يلعبوا كتير. انت فهمتني يا كابتن؟ فيجب انك انت تجهزهم بنفسك وبجهازك كله، لازم يبقوا تحت عينيك. الحاجه الثانيه المهمه، هو مستر سواريز لغى الاجازات الفتره اللي فاتت. ما هو شوف انا بكلمك على عندنا مشكله لازم الغي العدد. عندنا محتاج وقت. احنا كان عندنا مشكله فيها دي فاكرين واتكلمنا. لا بس هو كمان محتاج وقت يا عدم، انت فاهمني؟ لا فاكر انا فاكر، بس كمان المشكله يعني الفتره دي كمان هو ده هو عايز كل ساعه يبقى موجود مع الفريق. مظبوط مظبوط. الفتره اللي فاتت دي كانت انت بتتكلم في موضوع مختلف. ايوه لا بس انا بتكلم في نقطه ثانيه يا كابتن، انا بتكلم علشان يكتشف اللاعبين فنيا. لا انا بتكلم على الفجوه اللي اتعملت في الفرقه ما بين الانفيت والاوفر تريننج، او بالزبط. بالمعنى الاصح اللعيبه اللي لعبت كتير واللعيبه اللي ما لعبتش، الاثنين كانوا بيتعاملوا واحد. صح. انت مش محتاج، انت محتاج دلوقتي انك تفرق. مفيش في العالم تمرين الا فرد دلوقتي، مفيش حاجه اسمها جماعه. الاجازات مفيش حاجه اسمها جماعيه. احنا كنا بس لما بنتكلم على الراحه، فترات الراحه الطويله دي خلت فجوه كبيره. مزبوط. خلتك انت لما تيجي تبدل لاعب بلاعب بلاعب وانت عندك بالفروقات هتحس كمان مفيش اللي هو سرعات اللاعب، خفيه حركه اللاعب، فبتغير رتم اللعب. طب اقول لك حاجه، لو انت بتتفرج على اللي لعبوا كتير مع النادي الاهلي في مباريات اليوم، عندهم سرعه وسرعه تلبيه بسرعه وجري ورجوع وحاجات كتير قوي من عناصر اللعب. لما اللعيبه الاخرى بتلعب بتحس ان في كسره شويه، كسره رتم شويه، الرتم ما بيبقى. علشان ده ايه؟ علشان المدرب لازم يعرف الامر ده كويس. لو هتتسهل عليك بقى يا كابتن ايمن لو المدرب عارف المعلومات بسرعه ومش هيعرفها لوحده، ما يكتشفهاش هو، اللي يكتشفها له سامي والاداره. صحيح.